الحلقات بقى يعني، وانا بتفرج على الفيديو باشمهندس احمد بيتكلم على الحلقات الخرسانيه، ايه هي الحلقات الخرسانيه؟ اشرح لي كيف يتم حفر نفق. بس يعني الموضوع ببساطه طبعا مش هدخلك في هي المكنه بتبني الحلقه الواحده عباره عن 9 اجزاء. المكنه بتبني ال9 اجزاء يعني هي حوالي 120 طن ال9 اجزاء مع بعض، بتركبهم وتركب في اخرهم زي مفتاح كده بحيث يشتغلوا حاجه اسمها ارك اكشن، اللي هو ايه ما يعني خلاص هي تمسك نفسها. وبعدين نفس المكنه بتدقر يعني في نفس الحلقه دي وتزق وتخش على الحلقه اللي بعدها، يعني طول ما هي بتبني بتمشي بتحفر وتكمل وتمسك في الحلقه وهي ماشيه بقى، يعني التكنولوجي بتاعها ان هي انت بتبني الحلقه وبعدين تستعملي الحلقه ان انت تزقي تاني وتحفري تاني. فعشان نشرح للناس، جسم النفق ده بيبقى عبارة عن مجموعة من الحلقات بتتحفر. أيوة. واحدة ورا التانية واحدة ورا التانية لحد ما يتبني هذا الجسم، مظبوط؟ ايوه، بتتحفر وبعدين تركبي الحلقة الخرسانية اللي هي عبارة عن 9 اجزاء. وبعدين تخش تحفري اللي بعديها وتركبي ال9 التانيين وانت ماشية بقى كده، يعني الواحدة تاخد مثلا ساعة حفر ونص ساعة تركيب مثلا او تقريبا، يعني احنا وصلنا لاقل من المعدلات دي وبتكملي بقى يعني طول ما انت ماشيه كده. بس طبعا انت لو رحتي في الغرب بقى لناحيه الاسماعيليه، طبعا الناس شايفه المكنه طالعه، انت بعد 4 كيلو 830 متر حفر طالعه في بالملي مطرح ما احنا عايزينها تطلع دي. انت فاهمه دي في حد ذاتها برضو طبعا اعجاز. انت بتتكلمي انت ماشيه بتنزلي لتحت وبتطلعي لفوق وبتمشي كيرفات ولازم تطلعي بالملي، لان الحته اللي المكنه طالعه فيها ما ينفعش يبقى فيها اي توليرنس. وبعدين احنا الحديد اللي انت شايفاه ده حديد فايبر عشان المكنه تعرف تقطعه، فاحنا عاملين الحيطه دي بحديد فايبر جلاس عشان فما ينفعش برضو يحصل اي، طبعا كنا قايدين على قلبنا ان يحصل اي عطل ولا اي حاجه النهارده والناس كلها، فالحمد لله ربنا سترها. ولو انت حتى اتفرجتي في حته كده ما كانتش قادره تتشال في الاخر، قعدنا نجيب المكنه ونلفها بالعكس لحد ما الحته اتكسرت يعني الخرسانه. الحفار ده حضرتك كنت بتقول لي ان هو عباره كانه عماره، احكي لي ايه المكنه دي يا باشمهندس احمد؟ بصي المكنه دي بتيجي طبعا متفككه واحنا ركبناها، احنا يعني زي اول مكنه ركبناها طبعا بايدي مصريه، كان في ناس من المانيا واقفين بس على التركيب الاولانيه، بعدين الثانيه سابونا خالص بقى قال لك انتوا اتصرفوا، وعملناها وركبناها والمفروض ان برضه تركب مثلا في 4 شهور، ركبناها في 2 شهر. المكنه قطرها 12 متر 60 يعني عمارة 4 ادوار وطولها 86 متر، يعني تخيلي بقى 86 متر هي عباره عن 3 ادوار جوه كبار بطول 86 متر، يعني عماره بتمشي فيها يعني، ووزنها بتاع 2800 طن. بتيجي على اجزاء بتركب وتبتدي بقى تشتغل، طبعا بتكوني مجهزه، احنا عاملين الاول نص كيلو في الشرق ونص في كيلو في الغرب حفر مكشوف وبنظام حاجه اسمها دافرام وول وبنعزل من تحت عشان طبعا احنا تحت منسوب الميه، فبنحقن التربه بحاجات معينه عشان الميه ما تطلعش، ونبتدي بقى نحفر بنعمل لها شاسيه حديد كده تبتدي منها المكنه وتتوكل على الله بقى ال 4 كيلو 800 تفضل تحفر فيهم. زي ما بقول لك خلصت في 1.5 سنة، ده نفس النفق ده في اوروبا بيخلص في 7 سنين و8 سنين. يعني احنا رحنا قبل ما نبتدي زياره نفق زيه 9 سنين في المانيا، ما حدش بيعمل اللي احنا بنعمله ده. اصعب يوم عدى عليك ايه يا باشمهندس احمد او عليكم كلكم في الشركه في النفق، اصعب يوم في العمل كان ايه؟ لا بصي كتير قوي، لان انت تحت الارض 60 متر و70 متر كمان وصلت في حتت، بيطلع لك طبعا تربه انت يعني مش عارفه ايه اللي بيطلع، طبعا عاملين جسات بس انت تحت القناه مثلا مش عارفه التربه ممكن تقلب تعمل، ففي حتت كانت تربه طينيه عامله زي الكلي بتاع اسوان كده،
بيتحشر في المكنة وبيعذبنا جدا، ولازم تنزلي غطاسين 60 متر طبعا 6 بار، ده غطاسين مخصوصين بينزلوا عشان يقعدوا يغيروا تولز وينظفوا ويعملوا. دي كانت حاجة صعبة جدا جدا، يعني احنا كان مخطط ان احنا نقف مثلا 4-5 وقفات، وقفنا بتاع في كل مكنة بتاع 50 وقفة. انك بتقولي ان تربه ممكن تحت في الاعماق تبقى طمي، تبقى كلي يعني زي طبعا وكده. دي بقى دي حاجه بتاعت ربنا بتقلب تلاقيها شويه رمل وشويه طين. طين بقى يدخل في المكان بقى. طبعا طين في انواع طين، يعني بورسعيد مثلا فيها نوع طين سوفت قوي مقرف جدا فوق، ان لما بتيجي توقفي معده توقفي حاجه بتغرز. فكانوا لازم اي حاجه يوقفوه على 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 خوازيق وبتاع. احنا عندنا الطينه ناشفه جدا بتلزق في وش المكنه بتسدها، يعني لكل تربه ليها مشاكلها. فطبعا انت ماشيه ومش عارفه طبعا كل انواع التربه اللي هتطلع لك، بيحصل مشاكل طبعا كتير. سنه ونص بدل كام؟ بدل 7 سنين يعني في الطبيعي. هو المشروع فاضل له، احنا كده خلصنا النفق، هنقعد لغايه 30/6 في شويه تشطيبات وارضيات والكتروميكانيكال وطبعا حاجات للفاير، وفي ممرات عرضيه بين النفق ده، النفق ده والنفق الشمالي والجنوبي، 4 ممرات عرضيه بنجمد التربه تجميد كامل تحت الصفر عشان نقدر ما تخشش فيها، ونعمل ممرات عشان الهروب لو في لا قدر الله حادثه حريقه بتاع. يعني في شويه حاجات هتتعمل في 6 شهور كده، يبقى المشروع من يوم ما استلمنا الارض لحد ما سلمنا العربيات تعدي اقل من 3 سنين. يعني المشروع ده في اوروبا وفي كل حته مينيمم 9.